انعام سالوسة يعني ميرسي جدا، وبسيبك للتصوير، حتى انعام سالوسة اللي طالعة يعني ايه مشاهد مشهد مشهد، ازاي بتخلي، ازاي خليت انعام سالوسة سعيد تطلع سعيده؟ لا اصلا ان هي جت في المشهد ده بشكرها طبعا، ان هي جت في ده المشهد مشهد ايه ده، وسكر هي سكر دقائق، ممثله عبقريه سكر طبعا، هي صادقه صدق رهيب، وبسم الله ما شاء الله عليها، يعني كأن بتكلم حد ذهنيا، حاله ذهنيه والله عندها 20 سنه، يعني ذكيه جدا وبتلقط في ثانيه، وعارفه يعني ايه ضحك برضو من قلب الجد. المشهد بتاعها بيضحك جدا، المشهد بتاعها كوميدي جدا جدا، لما جم يقبضوا عليها طبعا بتقول كل اعترفت بكل الجرائم اللي هم مش جايين عشانها، يعني اعترفت بكل احنا سارقين بطاقه تموين وعاملين كذا، وعامله مشهد طبعا بيموت بالضحك، طالع من قلب، من قلب الوجع. ودي السينما عمرها ما تقاست بعدد المشاهد، صحيح هي بتتقاس بالكواليتي، بالكواليتي بالتاثير، بالتاثير. احنا فوتنا بس مايك السابر، عايز اقول عليها حاجه، لان هي شايفه مش هقول اتظلمت، بس كان دورها كبير. وموضوع الولاده اللي هو حاجه حلوه طبعا، هي حاجه حلوه ووحشه، حاجه حلوه جدا ليها ولينا، يا رب الاولاد احلى حاجه في الدنيا. الحاجه الوحشه ان هي اضطرينا نشيلها من الفيلم، يعني نشيل جزء كبير الستوري بتاعتها اللي هي المهمه، اللي هي ستوري كامله كانت سمراء، وبنتكلم على ان السمر في مصر يعني معظم الرجاله عندهم، ان احنا شعب اسمر، البياض والعينين ملونه، ان احنا شعب اسمر فبنحب المختلف، فبنحب مين؟ البيض اللي شعرهم اصفر. فهي عيني مش لاقيه تتجوز، فقررت انها تسافر عشان تلاقي فرصه في بلد بيض، فهي بالنسبه لهم مختلفه، مختلفه. كلنا بنضرب شنطه اساسا عشان فدور مهم جدا جدا، وانا بتفرج في السينما كل والله كل حرف بتقوله بيموت بالضحك، اقول كنت سبتها حتى بالراكور بايظ، يعني عمال بقطع في نفسي من كتر زعلان ان هي مشاهدها اتشالت. انا عارف قد ايه الواحد يعمل دور كامل ويقعد 5 اسابيع يصور، وفي الاخر مثلا ليه مثلا 20 مشهد يبقوا مشهدين او يبقوا 3، قاسيه قاسيه جدا. بقول لها يا مي هنعوض ده المره الجايه باذن الله.